ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. إلى جميع المستمعين الكرام، مدير الفاضل، مديرتي الفاضلة، معلمات المحترمات، إخوان الطلبة. أما بعد، إنه من دواعي سرورنا وفرحتنا بهذا اليوم الوطني الكبير في ذكرى عيد استقلال أردننا الحبيب، وفي هذا العرس الوطني سنسافر معكم عبر التاريخ إلى تلك الذكرى التي بدأت معها الجهود والعزة والرفعة والخروج إلى نجاح حققه أجدادنا بخطوات ثابتة وشجاعة إلى الضوء والتقدم والازدهار. فكانت الأردن ولا تزال مثلا يضرب في النجاح بهمة الأبطال المؤسسين وإخلاص الشعب الذي طالما وقف خلف قيادته، ونحن بدورنا نبارك فرحة الاستقلال لجميع أفراد الأسرة الأردنية ملكا وشعبا وقيادة، ونسأل الله أن يكرمنا الوفاء تحت ظل القيادة الهاشمية بتجديد الإخلاص والعهد لقائدنا ووطننا الغالي. أردن أرض العزم أغنية الضبا، نبت السيوف وحد سيفك ما نبا، بعدل بعض الورد إلا أنه لك شوكة ردت إلى الشرق الصبا. أغنية الضبا نبت السيوف وحد سيفك ما نبا، أردن أرض العزم نبت السيوف وحد سيفك ما نبت. والآن أعزائي نبدأ يومنا بأجمل ما يمكن أن نسمعه من كلام، وهو ما نزل من عند الله تعالى، ونبدأ بتلاوة القرآن الكريم بصوت الطالب قيس المستنجد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الحمد لله وسلام على عبادي الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله بل هم قوم يعدلون، أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. بعد أن سكنت أنفسنا بهذه الآيات العذبة، ننتقل مع كلمة عن يوم استقلال أردننا الحبيب والطالبين لؤي المغرب ويامن شحال. الرحمن الرحيم، نقبل اليوم في حفل عيد الاستقلال بكل الفخر والإعزاز، ونتوجه إلى جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم حفظه الله ورعاه بالثانية والتبريك، ليعين الله أن يديم على أرضنا نعمة التقدم والاستقرار والأمن والأمان في ظل القيادة الهاشمية في هذا اليوم التاريخي في حياة وطن مسيرة الأمة، نستذكر الكفاح المشرف والإنجاز الوطني الذي حققه الهاشميون الأطهار منذ أهل جلالة الملك المؤسس عبد الله بن حسين طيب الله ثراه، فقد انتزع الاستقلال للأرض والشعب وقام دولة القانون والمؤسسات من المعاهدات والحوارات للاقتراب من الاستقرار، واستطاع جلالته إنهاء الانتداب البريطاني وحقق شرق الأردن الاستقرار الكامل دولة باسم المملكة الأردنية الهاشمية في 25 أيار عام 1946 ميلادي. ومع الاستقرار أخذ الأردن موقعا متقدما عربيا ودوليا، وأصبحت القضية الفلسطينية جزءا من هم القومين، ولم يتنازل الهاشميون عن شبر من الأرض الطيبة
وقاد الجيش العربي الأردني خلال الحرب العربية الإسرائيلية معارك حاسمة، وظهروا في ذريعة الجيوش العربية في الدفاع عن كل مدينة وقرية فلسطينية حتى يوم قامت الدولة الفلسطينية على ترابها الوطني. وما يزال بعون الله نموذجا لحياة الشعوب التي تطمح إلى الاستقلال، ولم يكن شكليا بل حقيقة حافظ عليه القادة الهاشميون وسيج الأردنيون هذا الحنا بالمحبة والانتماء. وحقق الأردن خلال هذه المسيرة إنجازات تتجاوز إمكانياته المادية، فأقام المؤسسات وواصل مسيرة البناء والإعمار في التعليم والصناعة والزراعة، وكانت الديمقراطية عنوان مرحلة جديدة للحفاظ على دولة القانون والمؤسسات. استلم جلالة الملك عبد الله الثاني راية الاستقلال وهو أهل لها، فمنذ توليه سلطاته الدستورية وضع الأردن على أبواب حقبة جديدة من التقدم والإنجاز الديمقراطي، وأدخل مفاهيم جديدة لطبيعة الحكم، ومزج في رؤيته بين الموقف السياسي من المبادئ والانفتاح على العالم. مرحلة تتميز بإدخال التكنولوجيا المعلومات وفتح أبواب الاستثمار، وقد تميز الأردن بإسهامات كثيرة في بناء السلام وتحقيق الإصلاح ودعم الشعب الفلسطيني والرفع من مكانة المرأة والشباب. هذه مناسبة عزيزة نقول فيها لقائد الوطن ولوارث الاستقلال كل عام وأنتم بخير وشعبكم بخير والوطن بخير، حفظكم الله ورعاكم وأدام ملكنا وأردن. Listen to this ball and conversation about independence celebration with Adam and Qusay. Happy Independence Day! A love of Jordan in my blood. I am very proud of my home. Jordan is my homeland. I don't love any land except you. Did you see the independence celebration? Yes, it was great. There were lots of people in the streets. What did they do? They waved the national flag. There were also a band playing national songs. Yes, did you see the fireworks at the end? Yes, it was great. Happy Independence Day! 25 May is the best day. نترككم الآن الفقرة الاستعراضية لحماية الوطن ومستقبله الباهر.
الخير يا بلد العطاء، ودام اسمك محفورا في قلوب الشهداء، ودامت حياتك ورايتك خفاقة عالية ترفرف في العطاء.